أهلا وسهلا، شو هالمفاجأة الحلوة؟ عثمان كيفك يا حبيبة لتيتا؟ أنا منيح. أهلين جميلة، تخلي بنتي. لا أمي ما بدي، بس عايزتك بشغلة صغيرة. ما بدي ناريمان تسمع. أنت لا تاكلي همها، الخانم مشغولة بالحمام بساعة ما بتطلع. الليلة رايحين يسهروا عند علي، ومن الصبح قايمة وقال عم بتجهز حالها، ومن هلا بلشت تنقي تياب، ولحتى تعمل حالها انه اكابر قال شو بدها تكوي شعرها، وبعدين قال بدها تحط على راسها ريش مثل الطاووس النافش ريشه، وعندها شغل لفوق راسها رح تطقمن غيظة مثل العقرب الاسود، وبالاخر رح تلدغ حالها وتموت. قبل ما تحكي بالاول عندي شي بدي اسالك اياه. صحيح انكم رح تجوزوها لإيلين؟ لأنه ناريمان كانت عم تحكي إنه أجوا خطابين. إيه أمي طلبوها بس رفضناهن، لهيك ما إجيت وخبرتك. كله اسمه ونصيب. على خير. أنت شو بدك تقولي لي؟ أمي أنا لقيت شغل جديد ورح بلش اليوم. والله برافو عليكي، وين لقيتي هالشغل؟ توظفت بمعمل تريكو، بيعملوا شغلات بسيطة مثل تياب الأولاد والشالات وشغلات هيك. علي لقالك هذا الشغل؟ لا أمي لا، علي شو الله يخليكي، واحد اسمه حكمة كارجي، بس أنا ما بعرفه بنوب، ويمكن كارجي اسم الشركة مدري المشغل تبعه إذا ماني غلطانة. صحيح أنت بتعرفي حدا اسمه حكمة كارجي؟ حكمة كارجي؟ ما بعرفه والله. وشو كنت رح أقلك، عثمان رح يضل عندك. طبعا بيضل عندي، أنت لا تاكلي هم. لا أمي لا، بلا ما أتركه هون، ناريمان ما بطيقه لابني. فهمت، انت روحي على شغلك معناها، وانا بلبس المانتو تبعي وباخده لعثمان معي ومنروح لعندك على البيت. يسلموا امي، رح ترجع مع تيتي على البيت مفهوم؟ ماشي. يلا لشوف. ان شاء الله بتتوفقي يا بنتي. اليوم رح تبلشي جميلة خانم، انت جاهزة؟ جاهزة، شكرا. بنتي بعتيلي حدا يروم على جميلة خانم لياخدها على المشغل الجديد. السكرتيرة رح تساعد حضرتك. شكرا لك. العفو. والله يا اختي هلكوني، شي بيقولوا لي روح على المشغل القديم، وشوي بيقولوا لي ارجع خذ الخيوط على الجديد، وهلا روح على قصر كارجي اللي بترابيا مشان وصل معاشات الخدامه والجنايني. والله هذا اللي كان ناقصني، انا محاسب ولا ساعي ولا حمال، انا شو كرمال الله. هذا هو الطابق الثالث. من هون؟ ايه بالثالث. بس هذا المشغل ما كان موجود هون من قبل. شو عرفك موجود ولا لا؟ انت خليكي بشغلك. اهلا وسهلا. اهلين بحضرتك. انتي جميلة؟ ايه انا جميلة، كنت ناطرتك. اهلين، تعي ورجيكي شغلك. اهلين وسهلين. اهلين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين وسهلا. ليكي أهلين. هون في الحبكة بتفتحيهم هيك وبعدين بتخيطيهم منيح، فهمتي علي؟ أفهمت. بس انتبهي على الخياطة. خدي بلشي لشغل. هذا هو الشغل؟ انتي بلشي بهذا هلا، هون شي بيركبوا زرار وشي بيركبوا كمام وشي بيحبكوا، كل قسم له شغله، الكمام لحاله، الصدر لحاله، بعدين بهذا القسم تتركب كلها، فهمتي؟
وانتبهي شو عم يشتغلوا حواليكي. تمام. وبعدين رح تتعلمي كل شيء بسرعه. يلا لشوف بلشي شغل. اعطيني هدول من عندك. مبروك الشغل. يسلموا. البسي. بس نشتري السفينة رح أغير الكراسي والطاولات كمان وكله رح يرجع جديد. قبطان علي مرحبا. مرحبا. وبعدين الديكور. مرحبا قبطان علي. مرحبا. والديكور رح يتغير كمان. أدهم عنده فكرة كتير حلوة. رح نركب مسرح على السفينة ونجيب فرق لتعزف. شو عم تعملي هون؟ يلا علي نفوت على البيت. جميلة، جميلة شو كنتي عم تعملي بهاي البناية؟ غيبت. ماشي رح قلك شو عم بعمل هون. أنا عم بشتغل بالمشغل يلي بهاي البناية. شايفة كيف؟ عم تعاندني علي. انت لبقى يفكر بجميلة. ليك هي لقيت شغل وعم تشتغل ونسيت انت. انت كمان انساها. والله يا اختي هلكوني. شي بيقولوا لي روح على المشغل القديم، شوي بيقولوا لي ارجع خذ الخيوط على الجديد، هلا روح على قصر كارجي اللي بترابيا. بتمر من ترابيا؟ بمر يا خانم. عفوا. تفضلي. قصر الكارجي بتعرف وين بيكون؟ انا غريب عن المنطقه. طيب يسلم. قصر الكارجي بتعرفي من وين بيروحوا له؟ بتروحي دغري وبتلفي على اليسار وبعدين بتكملي على اليمين. بتشكرك. العفو.